الجديد في الرياضيات للسنة السادسة ابتدائي. إذا اليوم عندنا المرحلة الرابعة في الدرس 40، النسبة المئوية 1. إذا في الصفحة 108 و109 من كتاب الجديد. إذا خلال هذه الحصة سيتعرف المتعلم النسبة المئوية ويجري عليها حسابات. لنبدأ بأنشطة الإدماج. إذا تقدم 3 مرشحين لشغل منصب أمين مكتب القسم، وكانت النتائج معبرا عنها بالنسبة المئوية كما في الجدول. إذا أنقل الجدول إلى دفتري وأقرأ ما يقول كل طفل، ثم أتمم ملأ هذا الجدول. إذا عندنا هنا جدول فيه نسب مئوية ديال النتائج اللي حصلوا عليها المترشحون، الأصوات الملغاة كذلك، ثم المصوتون عددهم 40، ثم 100%، يعني النسبة الكلية المئوية الكلية. هنا خصنا نلقاو العدد، إذا ولكن نعتمد على ما تقوله البنت. إذا تقول 100% تمثل 40 صوتا، حيث هي العدد الإجمالي. إذا 20% تمثل 8 أصوات، أي 5 مرات أقل. إذا هي كيفاش لقات هاد 8 أصوات؟ دابا حنا 20% باش نحطو هنا 8 أصوات، نشوفو منين جابت هي داك 8 أصوات. إذا قبل ما نبداو نحسبو ونشوفو نملأو الجدول، إذا غادي نفهمو واحد المسألة، بأن عندما نتكلم على النسبة المئوية 20%، هي نفس الشيء 20/100، فهذه النسبة على شكل نسبة مئوية، وهنا على شكل كسر، وهي تساوي كذلك 0.20 عددا عشريا. إذا دابا عندنا 3 ديال الحوايج، كاين عندنا المقدار، وعندنا المقدار الكلي، وعندنا النسبة المئوية. والنسبة المئوية يعبر عنها إما كما قلنا بنسبة مئوية في المئة، أو على شكل عدد كسري. إذن دابا هنايا شنو هو المقدار؟ المقدار علاش سميناه المقدار؟ المقدار يقدر يكون عدد التلاميذ، يقدر يكون مثلا عبارة عن مساحة، يقدر يكون عدد الليترات، يقدر يكون كتلة، ولهذا سميناه مقدار، باش ما غاديش نخصو واحد التخصيص ونحصرو النسبة المئوية في حاجة. غادي نشوفو فيما تبقى من التمارين هذا المقدار يتغير، مرة يكون عدد التلاميذ، مرة كيكون الوزن، مرة كيكون الكتلة، مرة كيكون المساحة، مرة كيكون عدد المربعات، مرة كيكون عدد التلاميذ إلى آخره، عدد المصوتون. إذا هذا المقدار، إذا كيفاش دابا غادي نفهموا هذا الشيء؟ دابا حنايا شنو عندنا؟ عندنا في الجدول نشوفوا شنو قالت البنت. قالت بأن 20% تمثل 8 أصوات. إذا هنا هاد 8 منين جابتها؟ هو المقدار، حنا ما عرفناش، ولكن شنو عندنا؟ عندنا في المئة، شحال عندنا؟ 20%، كم تمثل كعدد كسري؟ هي 20/100. شحال المقدار الكلي؟ هو 40. إذا عندنا 40 مصوت، ولكن بغينا نشوفوا عدد الأصوات اللي حصل عليها صاحب 20% اللي هو أحمد. إذا هنا شنو العملية اللي غادي نديرو؟ إذا هنا العملية اللي غادي نديرو، غادي نضربو 40 في 20%، ولكن إذا ضربنا 40 في 20%، ما غاديش نقدرو نحسبوها. إذا شنو غادي نديرو؟ غنضربوها في العدد الكسري الذي يوافقها، وهكذا غنلقاو هذا المقدار. إذا هكذا غادي ناخدو 40 اللي هو المقدار الكلي، كنضربوه في 20/100، ونشوفو النتيجة. إذا غادي يمشيو 2 أصفار مع 2 أصفار، 4 × 2 = 8. احنا لقينا المقدار، أو إذا المقدار في هذه الحالة هو عدد
الأصوات. أنا سميت المقدار وهنا العدد الكلي للمصوتون، كل مصوت سميت مقدار باش ما نحصروهش في عدد الأصوات، يقدر يكون مساحة، يقدر غادي نشوفوا في ما تبقى من التمارين. حنا نسميه مقدار ومقدار كلي، هذو ثلاثة العناصر ديال النسبة المئوية خصنا نفهموهم. إذا احنا لقينا 8، ما حصل عليه أحمد من الأصوات 8. نشوفوا الحالة الثانية. الحالة الثانية مثلا شنو قال الطفل؟ يقول 10% تمثل 4 أصوات، أي 10 مرات أقل. إذن النسبة ديال 10% ما عندناش هنايا، إذن ما عندناش هنايا، ولكن حنا عندنا 35%. نشوفوا شحال حصلت عائشة، كم عدد الأصوات التي حصلت عليها عائشة؟ إذن شحال النسبة المئوية اللي حصلت عليها عائشة؟ 35%. شحال هي كعدد كسري؟ 35/100. شحال المقدار الإجمالي؟ 40. واش نقدروا نلقاو المقدار اللي حصلت عليه، عدد الأصوات اللي حصلت عليه عائشة؟ نعم، كناخدو 40 كنضربوها في 35/100. 40 مضروبة في 35/100. نشوفوا النتيجة، غنديروا عملية حسابية، لأن بعض المرات كتكون الحسابات سهلة بعض المرات لا. إذا 35 مضروبة في 40 مقسومة على 100 من 14. إذا ما حصلت عليه عائشة هو 14 صوتا. نشوفوا بالنسبة لسلمى 30%. إذا 30% هي النسبة المئوية، كعدد كسري هي 30/100، عدد الأصوات الإجمالي 40. 30/40 الإجمالي نضربه في 30/100، هنا غيمشيو جوج أصفار، إذا 3 × 4 = 12. إذا هذه سهلة للحساب كنحسبوها. إذا سلمى حصلت على 12 صوتا. الأصوات الملغاة، أصوات الملغاة 15%. إذا 15% كنسبة مئوية تكافئ 15/100 كعدد كسري. يمكن نستعملوا العدد العشري مثلا، تكون كتساوي 0.15، باش ما نقولوش بان العدد الاجمالي 40، اذا 40 غنضربوها في 0.15. كذلك هذه الطريقه خدامه، اذا غناخذوا نديروا 40 في 0.15، اذا كتعطينا 6 الاصوات ملغات. اذا دابا لنتاكد من هذا الجدول ديالنا واش صحيح، شنو نديروا؟ غادي نجمعوا، غادي نجمعوا هذا الشيء. الا لقينا 40 فنحن على صواب، الا ما لقيناش 40 ما لقيناش 100%، يعني كاين عندنا خطا، لان فاش كنجمعوا النسب المئويه كتعطينا 100%، وفاش نجمعوا المقادير اللي هي عدد الاصوات خصها تعطينا عدد الاصوات الاجمالي. اذا 14 الى زدنا عليها 6 كتعطي 20، و12 الى زدنا عليها 8 كتعطي 20، 20 + 20 = 40. اذا هذا الجدول صحيح. إذا ننتقل إلى التمرين الثاني ونوظف ما تعلمناه في التمرين الأول. إذا قسم فلاح ضيعته إلى أجزاء، خصص كل جزء لزراعة نوع معين كما هو مبين في الرسم. إذا الجزء الأول يمثل 30/100 من مساحة الضيعة، الجزء الثاني يمثل 25% من مساحة الضيعة، الجزء الثالث 20/100، ثم الجزء الرابع 15%، ثم الجزء الخامس 10% من مساحة الضيعة. السؤال: احسب مساحة كل جزء. شنو هو المقدار؟ نوضحوا داك الشيء اللي قلنا قبيله. دونك كاين عندنا المقدار الإجمالي أو الكلي، ثم النسبة المئوية. إذا هنوضفوا نفس الطريقة وغادي نخرجوا من هذا الدرس فاهمين الأمور مزيان. إذا عندنا في هذه الحالة، علاش كنتكلموا؟ واش كنتكلموا على عدد الأصوات؟ المقدار اللي كنتكلموا عليه في هذه الحصة هو المساحة. إذا المساحة، إذا المساحة والمساحة الإجمالية والنسبة المئوية معروفة. إذن غناخدو دابا حنا خصنا نحسبو هادشي، خصنا نحسبوه كما حسبنا قبل لحظات. إذن عندنا الجزء الأول
إذن الجزء الأول يوم التيل 30 على 100، واش عطاوها لنا كنسبة مئوية؟ لا، عطاوها لنا كعدد كسري. إذن هانت 30 على 100، شنو قلنا 30 على 100 كنسبة مئوية إلا بغينا؟ هي 30%. هما عطاوها لنا هنا كعدد كسري، حنا في الحقيقة بغيناها كعدد كسري لأن عدد كسري به كنحسبو، ولكن إلا بغينا نحولوها كنسبة مئوية مزيان. شنو هو المقدار الكلي، المساحة الإجمالية ديال هاد القطعة الأرضية كلها؟ راهي عندنا في التالي، هي 5000 متر مربع. إذا 5000 متر مربع، علاش كنقلبو حنا؟ حنا كنقلبو على المساحة ديال الجزء الأول. إذا هنا غادي نديرو هكا وغنديرو الجزء الأول، شحال المساحة نتاعو بالمتر مربع، ماشي كنسبة أو كعدد كسري. حنا عندنا كعدد كسري، عندنا كنسبة، ولكن حنا بغينا كمقدار. إذا شنو نديرو؟ كنضربو العدد الكسري في المساحة الإجمالية وكنلقاو المساحة ديال الجزء الأول. إذا غتعطينا 5000، غادي نضربوها في 30 على 100 ونشوفو النتيجة، أولا نضربوها في 0.30 لأن هذا كذلك كعدد عشري كيساوي 0.30. إذا هنايا غادي يمشيو جوج أصفار مع جوج أصفار وغتعطينا 500 في 3، 3 في 5 15، إذا 1500 متر مربع. إذا هذا الجزء الأول. السؤال شنو قالوا لنا؟ مساحة كل جزء. إذا احنا حسبنا مساحة الجزء الأول، دابا نمشيو للجزء الثاني. نرجعوا للمسألة، شنو قالوا لنا في الجزء؟ إذا ويمثل 25% من مساحة، إذا الجزء الثاني عطاوه لنا ككسر، لا عطاوه لنا كنسبة مئوية، إذا عطاونا 25%. إذا 25% حنا غادي نحولوها ككسر، إذا هي 25 على 100، وإلا بغينا نحولوها كعدد عشري هي 0.25، نحسبو باش ما بغينا، بغينا نحسبو بهادي نحسبو، بغينا بهادي بهادي. إذا هذا الجزء الثاني، شحال المساحة الكلية؟ دائما المساحة الكلية عندنا 5000 متر مربع. علاش درنا حنا هادي؟ لأن شي مرات خصنا نحسبوها، كيعطيونا المقادير الجزئية، هذا نسميوه المقدار الجزئي إلا بغينا. واخا هذا مفهوم ديالي، هذا ما كاينش في الرياضيات، ولكن غير باش نفهموا حنا، هي المساحة الجزئية في هذه الحالة. إذا سميتها المقدار لأن مرات كتكون مساحة، مرات كتكون كمية الماء، مرات كتكون كتلة، مرات كتكون، ولهذا باش نفهموا الأمور يكون واضحة درنا هذه الطريقة. إذا غناخذوا 5000 وغادي نضربوها في 25 على 100 ونشوفوا النتيجة. جوج أصفار كتمشي مع جوج أصفار، كيبقى لي 5 في 25 هي 75، لا ماشي 75. شي مرات انا كندير بعض الحسابات الذهنية كدير لي الاخطاء، اذا نستعمل الكالكولاتريس افضل. اذا عندنا 25 غادي نضربوها في 5، كنبغيو نزربو ولكن شي مرات من الافضل. اذا عطاتنا 1205، 1250، 250 متر مربع. التمرين الثالث أو الجزء الثالث، نرجعوا للتمرين. الجزء الثالث يمثل 20 على 100، إذن عطاونا الجزء الثالث عبارة عن كسر 20 على 100. إحنا قادرين نحولوه كنسبة مئوية، هو 20% وصفر فاصلة 20 أو فاصلة 2 كعدد عشري. إذن الجزء الثالث 5000 دائما هي القطعة، المساحة القطعة كلها. إذن 5000 غادي نضربها في 20 على 100، غادي نختزل جوج أصفار مع جوج أصفار، غادي نضرب جوج في 5 كتعطيني 10 ونزيد جوج أصفار، إذا متر مربع. إذا 1000 متر مربع هي مساحة الجزء الثاني. ثم الجزء الرابع يمثل 15%، إذا 15% عطاوه لنا دابا كنسبة مئوية، نحولوه كعدد كسري هو 15 على 100، وكذلك عدد عشري. حنا غير كنعاودوا هذا الشيء باش نثبتوا الفهم عند التلاميذ، لان باش يعرفوا دائما راه عندنا نفس الشيء، سواء درنا هذه ولا هذه ولا هذه سلام مشوز. اذا 5000 متر مربع، اذا 5000 متر مربع غادي نضربها في 15 على 100. هنا ديجا حسبنا بحالها، اولا نديروا عمليه حسابيه ونخرجوا. دونك عندنا يمشيو جوج اصفار هنايا ديال المقام مع جوج اصفار، وتعطينا 50 في 15، 50 مضروبه 15 كتعطينا 750. إذا 750 متر مربع هي مساحة الجزء الرابع.
الجزء الخامس 10%، ديجا حسبناها لا، دونك 10%، إذا 10% هي 10 على 100 هي 0.10. إذا 5000 هي القطعة الإجمالية المساحة نتاعها، إذا 5000 غادي نضربها في 10 وغادي نقسمها على 100، غادي يمشيو جوج أصفار مع جوج أصفار وتعطيني 500 متر مربع هي مساحة الجزء الخامس. دابا إلا جمعنا المساحات 1500 زائد 1250 زائد 1000 زائد 750 زائد 500 خاصها تعطينا 5000. إذا نتأكدو منها، نتأكدو منها. إذا عندنا 1500 مساحة الجزء الأول، 1250 مساحة الجزء الثاني، 1000 الثالث، 750 الرابع، 500 الخامس. إذا عندنا 0 5 5 10 أحتفظ بالواحد، 10 20 0 نحتفظ بجوج، 2 3 5. إذا 5000 متر مربع هي المساحة الإجمالية ديال القطعة. ننتقل إلى التمرين الثالث. التمرين الثالث يقول تصل النسبة المئوية للماء في عصير الفواكه إلى 20%. إذا غنجيبو الجدول اللي درنا، المقدار الجزئي هكا أنا غنشتغل. التمرين الدرس كامل غادي يمشي هكا تقريبا، المقدار الكلي النسبة المئوية. هذه نخليو لها مساحة حيت تسمية كنحسب. إذا في هذه الحالة علاش كنتكلمو؟ تصل النسبة المئوية للماء في عصير الفواكه 20%، ها النسبة المئوية. كعدد كسري 20 على 100، كعدد عشري 0.20. احسب كمية الماء التي يشتمل عليها 1 لتر من عصير الفواكه. المقدار الكلي شنو هو؟ هو لتر من الفواكه، هو عبارة عن سعة. السؤال خصنا كمية الماء، إذا كمية المقدار اللي كنقلبوا عليه هو كمية الماء اللي كاينة فاش في سعة 1 لتر من العصير. إذا شنو غادي نديرو؟ إذا عندنا المقدار الإجمالي والكلي هو 1 لتر. أنا باغي نشوف شحال كتمثل ديال الماء في هذا. إذا غنطبق القاعدة، عندي 1 لتر، 1 لتر غادي نضربها في 20 على 100 نفس الطريقة. إذا غتعطيني 20 على 100، غادي تعطينا 20 على 100 مش الصفر، إذا 0.2 لتر. ولا بغيناها حنا كنعرفو هي جوج ديسيليتر، إلا بغيناها بالديسيليتر فوالا هذا هو الجواب. إذا الجواب هو جوج ديسيليتر أو لا 0.2 لتر. ننتقل إلى التمرين 4. بلغ عدد زوار قصر البديع في مراكش يوم الأحد 835 زائر، منهم إسبان، وهو ما يشكل نسبة مئوية. لحساب هذه النسبة أنظم معطيات داخل جدول أعداد متناسبة كالتالي. إذا دابا هنايا التمرين مقلوب، علاش كنقلبو دابا؟ كنقلبو على النسبة المئوية، ما كنقلبوش على العدد المقدار الجزئي والمقدار الكلي، لا، لأن عطاوهم لينا. هذا المقدار الكلي ديال من؟ هذا المقدار ديال الزوار كاملين، هذا المقدار ديال الزوار الإسبان. إذا من خلال هذا الآخر غادي نعرفو النسبة المئوية. إذا نشوفو النسبة المئوية. إذا ولكن هما خداونا ما يسمى بسميتو بالتناسبية، غادي نستعملو التناسبية. إذا إلا طبقنا التناسبية غادي نلقاو الحساب ديال هذا الشيء بالطريقة الثلاثية. إذا غادي عندنا 144 ديال الإسبان في 835 كلهم، ولكن في 100 شحال؟ هادي هي مفهوم النسبة المئوية. إذا في 100 شحال؟ إذا غنضربو 144 في 100 ونقسموها على 835، وغادي نلقاو العام. إذا نسبة الزوار، غادي نرجعو للجدول ديالنا اللي خدمنا به باش نفهمو أكثر. إذا المقدار الجزئي الكلي النسبة المئوية.
إذن قبيلة كان عندنا النسبة المئوية والكلي وكنلقاو الجزئي. في هذه الحالة علاش كنتكلموا على عدد الزوار؟ إذن هنا عدد الزوار هو الكلي، هنا عدد الإسبان هو الجزء منه، هنا النسبة المئوية. إذن في هذه الحالة شنو عندنا؟ عندنا الكلي 835، عندنا 144 الإسبان، ولكن اللي ما عندناش هي النسبة المئوية. إذن هنا ما عندنا لا نسبة مئوية لا كسرية ولا في المئة ولا حتى شي حاجة، ما عندنا حتى حاجة. إذن هنا كيفاش نقدروا نلقاو حنا هنا في هذه الحالة كيفاش نمشيو من هذه لهذه؟ إذن الطريقة غادي نعطيوها، الطريقة شنو هي؟ كناخدو الجزئي، إذن 144 كنقسموها كنقسموها على 100، عفوا كنقسموها على 835، كنضربو في 100. هذه هي الطريقة وهي اللي مكتوبة هنايا لتحت هاي. إذن هنا شنو غادي نديرو؟ 144، يعني داك الجزء ماشي الكل، كنقسموه على الكل، اللي الكل اللي هو 835، وغادي نلقاو واحد العدد عشاري. هذاك العدد إلى لقيناه عشاري غادي نحولوه نسبة مئوية وغادي نحولوه عدد كسري. هي العملية غنديرو دابا، نشوف شنو تعطينا النتيجة. غنديرو عملية حسابية بالكالكيلاتريس. إذن 144 غادي نضربوها في 100 وغادي نقسمو على 835. إذن عطاتنا 17.24. فاللي حط التمرين ما كانش يحطو بهاد الطريقة، كان عليه يحط لينا شي حاجة اللي مضبوطة ما تخرجش بهاد الفاصلة هادي، ولكن ماشي مشكل. إذن حنا شنو غادي نديرو؟ خرجات هكا 17.455، إذن قسمة غير مضبوطة. إذن حنا شنو كنديرو؟ كناخدو جوج أرقام مور الفاصلة وكنقولو بأن النسبة المئوية هي 17.24%. إذن 17% بتعبير آخر، إذن النتيجة شنو هي؟ هي 17.24%. إلا بغيناها عدد كسري غتكون هي 17700 على 100، وإلا بغيناها كعدد عشري غتكون هي 0. إذن 17.24 على 100، وهنا غتكون 0.17. إذن حبذا لو أنها كانت خرجت لنا عدد صحيح لكان أفضل. إذن نرجعوا النتيجة، دونك شحال لقينا؟ 17.24%. إذن هي نسبة الإسبان. إذن هنايا شحال غادي تجي؟ 17، غادي نديروها ب إذن 17. ما غناخدوش حنا لأن التمرين ما مضبوطش، يمكنش حنا غادي نديرو 17.24. هنا التمرين من الأفضل أنه يكون يعني مصايب مزيان مخطط، هذا تمرين غير مخطط. علاش؟ لان حنا عدد الزوار خصنا مثلا في 835 عندنا 144 شخص، ولكن في 100 خصنا واحد العدد يكون مضبوط على قبل التلاميذ ديال السادس الابتدائي، ماشي ما هي راه صحيح، هادشي راه صحيح. اذا 17 في كل 100، يعني الا جينا وخدينا في مراكش في قصر البديع وجمعنا 100 غنلقاو منهم 17 اسبا. هذا هو المفهوم ديال النسبه المئويه. اذا غننتقلوا التمرين الموالي والصفحة الموالية. الصفحة 109، إذن بلغت نسبة النجاح، عطاونا النسبة. إذن دائما خصنا نستحضروا الجدول اللي تكلمنا عليه منذ البداية. إذن عندنا النسبة، في مدرسة يصل عدد تلاميذها 850، إذن 850 هو العدد الإجمالي. احسب عدد التلاميذ الذين نجحوا، هذا غيكون عدد جزئي غيكون صغر من 850 مستعملا الجدول. اذا هنا غادي نطبقوا ديك الشيء اللي قلنا. اذا عندي النسبه المئويه هي شحال؟ 80%. عندنا كتساوي هي 80 على 100 كعدد كسري. عندنا العدد الاجمالي ديال التلاميذ هو 850. وشنو بغينا؟ بغينا عدد التلاميذ الناجحين. إذن هذا عدد تلاميذ إجمالي، وحنا كنقلبوا على عدد الناجحين. إذن عدد الناجحين واش غادي يكون أكبر من عدد التلاميذ الإجمالي؟ ما يمكنش. إذن غادي نطبقوا القاعدة، شنو؟ 850
غادي نضربوها في 80 وغادي نقسموها على 100. الا بغينا نطبقوا سميتها الجدول التناسبي غنديروا العلاقه الثلاثيه. ها هي، اذا العلاقه الثلاثيه شنو كتقتضي؟ كنضربوا هذه في هذه ونقسموا على هذه، يعني 80 في 850 على 100 وكنلقاو هذه. هذا الشيء درناه في الدرس ديال التناسبيه. اذا هي 80 مضروبه في 850 باش على 100. اذا الا بغينا نلقاوها، اذا انا كنفضل اننا ما نستعملوش الجدول التناسبي، نفهموها هكا بهذه الطريقه افضل. اذا غتمشي جوج اصفار مع جوج اصفار وغتبقى لي 85 في 8. اذا 580 في 8 كتعطينا 580 في 8 كتعطينا 680 تلميذ. اذا من 850 تلميذ نجحوا 680، اذا هذا معقول. اذا في كل 100 كينجحوا 80 وفي كل 850 كينجحوا 650. ننتقل الى التمرين الثاني. هنا غادي نزيدو نفهموا المفهوم ديال النسبه المئويه. اذا هنا اعداد كسريه نحولوها الى اعداد كسريه، نحولوها الى نسب مئويه، نحولوها الى نسب مئويه. اذا 7 على 100 اذا هي 7%، ولكن 3 على 20، 3 على 20 واش هي؟ غنديروا 3، هي 3 في العشرين ولكن في المية شحال؟ اذا شنو خصنا نديرو هنا؟ اذا هنا غادي ناخذ داك 3 على 20، عندنا عده طرق، غادي نحولوها على 100. شنو نضربو هنا في 5 وهنا في 5 غتعطينا 15. الا ضربنا 3 في 5 15، والا ضربنا 20 في 5 100، اذا هي 15%. هذه طريقه، هي 15%. طريقه اخرى غادي نقسمو 3 على 20. الطريقه الثانيه غادي نقسمو 3 على 20 بالكالكولاتريس، يعني هكا 3 مقسومه على 20 لان هذا هو المفهوم ديال العدد الكسري، وغادي تعطينا 0.15 وغادي نلقاو عدد عشري، وعدد عشري حنا كنعرفوه باش نحولوه النسبه المئويه هي 15%. اذا هنا جوج طرق. الطريقه عاوتاني هذه غنطبقوها بجوج طرق. 4 على 25، 4 على 25 كعدد كسري شحال بالنسبه ل 100؟ غنضربو هنا في 4 وهنا في 4 تعطينا 16 على 100 هي 16%. اولا غناخدو داك 4 على 25 وغنديروها في الكالكيلاتريس ونشوفو شنو تعطينا كعدد عشري. اذا 4 مقسومة على 25 كتعطينا 0.16، و 0.16 هي 16%. اذا سواء كنمشيو للعدد العشري سواء كنستعملو العملية العكسية للاختزال. اذا غتعطينا 16%. 8 على 200، 8 على 200 غنتعاملو معاها بنفس الطريقة. 8 على 200 غادي هاد المرة غنديرو اختزال العكس، نختزلو بجوج، غنتقسمو 8 على 2 غتعطينا 4، نقسمو 100 على 2 200 على 2 غتعطينا 100، إذا 4%. أولا غادي نديرو 8 على 20 ونحسبوها عدد عشري. 8 مقسومة على 200، إذا أكيد غادي تعطينا 0.04، 0.04 و 0.04 هي 4%. إذن هذا كل ما يتعلق بهذا التمرين. التمرين رقم 5، هنا العملية العكسية. كيفاش نمشيو؟ علاش باش تعرفوا هذا الموضوع مهم؟ كيفاش نمشي من عدد عشري نمشي للنسبة المئوية، ومن النسبة المئوية نمشي للعدد الكسري، ومن العدد الكسري نمشي للنسبة، وهكذا. خصني هذا 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 الثلاثي نكون كنعرف نمشي من، لأن كل مرة شنو كنحتاج؟ هذا هو اللي مهم. 93% هي 93 على 100. 149%، إذن هي 149 على 100. 149 على 100. هنا العدد اللي شنو كيعني هذا؟ 149 على 100، لأن العدد ديالنا هنا دايز ل 100. بحال دابا كيقول لك واحد السيد ربح 200%. شنو معنى 200%؟ يعني ربح 100% وزاد 100 اخرى، يعني ربح الدوبل. هذا هو المعنى ديال 200%. 32 على 30% يعني 32 على 100. اذا ننتقل الى التمرين الثالث. هذا الدرس في غايه الاهميه. اذا يبلغ طول قطعه ثوب،
اذا غنمشيو ونطبقوا داكشي اللي قلنا. طول قطعه الثوب، اذا المقدار اللي غنتكلموا عليه في هذا التمرين هذا شنو هو؟ طول. واحد الوقيته تكلمنا على عدد الاصوات، واحد الوقيته تكلمنا على السعه، واحد الوقيته تكلمنا على عدد التلاميذ. دابا غادي نتكلموا على الطول، يعني بالمتر. اذا قطعه الثوب طولها 1.5 متر، عند التصبين فقدت 12%. اذا النسبه المئويه، النسبه المئويه طول القطعه الكلي، وغادي يطلبوا منا الطول الذي فقدته قطعة الثوب. إذن هنا الجزئي، طول القطعة المفقود. إذن شحال النسبة المئوية؟ 12%، هي 12/100. طول القطعة كله شحال؟ 1.5 متر أو 1.5، لا يهم. السؤال خصنا طول القطعة المفقود، إذا غنضربو 1.5، غنضربوها فاش؟ 12/100. إذا 1.5 12/100، وغادي نلقاو الجزء اللي تفقد بعد التصبين. إذا غنضربو 1.5 مضروبة في 12 مقسومة على 100، إذا 0.18 أيش؟ 0.18 متر، لأن الوحدة خصنا نحسبو بنفس الوحدة متر. إذا هاد القطعة، هاد القطعة ديال التوب فقدت 0.18. السؤال الموالي، أحسب طول القطعة بعد التصبين. إذا هذا طول القطعة المفقود، وهذه طول القطعة الأصلي. إذا لا بغينا طول القطعة بعد التصبين، كيفاش ولات القطعة بعد التصبين؟ شنو غادي نديرو؟ غادي نقصو 1.5 الأصلي، غنقصو منو داك الجزء المفقود اللي هو 0.18. إذا غنديرو عملية حسابية، إذا غتعطينا 1.5 ناقص 0.18، ونشوفو النتيجة. إذا القطعة ولات طول نتاعها 1.32 متر. هذا هو الجواب على هذا التمرين. التمرين الرابع، تشكل البحار نسبة 70% من مجموع مساحة الكرة الأرضية، وما تبقى يتكون من الأرض. أحسب النسبة المئوية للأرض، يعني اليابسة. دابا هنا البحار كتشكل 70.8%، واليابسة الباقي. إذن هنا العملية شنو غادي نديرو؟ عندنا 100 هي النسبة ديال الأرض كلها، ديال الأرض يابسة وبحارا. غادي نقصو منها 70.8 ديال البحار، وغادي نلقاو اليابسة. إذا غنديرو في النهاية، غادي نلقاو شحال كتشكل اليابسة من الأرض. إذا غنديرو 100 ناقص 70.8، إذا غتعطينا 29.2. إذا الجواب هنا هو 29.2%، تقريبا 30%. التمرين رقم، إذا هنايا خدمنا الخمسة نعتبر. دابا التمرين رقم 6، دابا هادو تشابهوا ليا وخدمتهم بجوج، قلت ربما متابعين ولكن ماشي مشكل. التمرين رقم 6، أحدد النسبة المئوية من السائل الذي يحتوي عليه كل إناء. إذا هنا غادي نستحضروا الأعداد الكسرية. حنا دابا ولينا كنعرفوا كيفاش نمشيو من عدد كسري لنسبه مئويه، ومن نسبه مئويه لعدد كسري. اذا هذا الشيء اللي غنديروه هنايا. دابا خصنا نعرفوا العدد الكسري الذي يمثله هذا الجزء من الماء في الكاس. غادي نشوفوا كيفاش غنعرفوا، غادي نحسبوا التدريجات. اذا عندنا 2 4 6 8 10، اذا 10. اذا هذا غنبداو بالكاس الاول، اذا غنديروا لهم هكا. الكاس الاول عندي كل شيء فيه 10، يعني عدد التدريجات كلهم شحال اللي مملوئين؟ 3 6، اذا 6 من 10. اذا هذه كعدد كسري. واش كنعرفوا نمشيو للنسبه المئويه؟ نعم، شفناها في التمرين رقم 2. اذا غادي ندير ايغال، نضرب هنا في 10 وهنا في 10، اذا 60/100.
إذن هي 60%. هذا الجزء الملون بالزرق هو 60%. الكأس الثانية، الكأس الثانية عندي عدد كسري، حنا تعلمنا هذا الشيء في الأعداد الكسرية الإجمالية 4، إذن 1 2 4 تدريجات. شحال اللي مملوئين؟ 2. باش نمشي للمئة غنضرب هنا في واحد العدد ولا نقسم كعدد عشري؟ إلا قسمتها كعدد عشري غتعطيني 0.5. نديرو القضية عدد عشري، إذن شحال كتمثل؟ 50%. إذن هذا الجزء الملون بالأزرق يمثل 50.5. هذا هو المفهوم ديال 50%. الكأس الثالثة عندي 2 4 5، إذن الإجمالي 5، المملوء 3. إذن 3 على 5، إما غادي نحاول نضرب هنا في 20 وهنا في 20، إذا ضربت هنا في 20 غتعطيني 100، وإذا ضربت هنا في 20 كتعطيني 60، إذن 60%. أو لا غادي نقسم 3 على 5 بالكالكيلاتريس غتعطيني 0.60، هي 60%. كيما عجبك هنا لاحظوا مزيان هاد الكاس قد هاد الكاس، هذا نقص شوية لأن 60% راه هي أكثر من 50%. إذن التمرين رقم 7، 24 هو عدد الأطفال في قسم، 15 منهم ازدادوا سنة 1994. إذن هنا غادي نستحضروا داك الشيء اللي قلنا في البداية. إذن النسبة المئوية شحال؟ النسبة المئوية هي اللي ما عندناش، مزيان هي اللي ما عندناش. العدد الإجمالي، العدد الإجمالي أو الكلي شحال؟ 24 تلميذ. الجزئي، العدد الجزئي يعني اللي تزادوا سنة 1994، العدد الجزئي كنسميوه يعني حيت هو جزء من الكل وصافي باش ما يتفهمش بعيد. العدد الجزئي شحال؟ 15. السؤال النسبة المئوية، إذا شنو غادي نديرو؟ إذا قبيلة تعلمنا القاعدة شنو كنديرو؟ إذا كنضربو 15 على 24 كنضربوها في 100، كنلقاو النسبة المئوية. إذا 15 بحال التردد، 15 على 24 مضروبة في 100، وغادي نلقاو واحد العدد عشري وغادي نحولوه نديرو عملية حسابية. إذا 15 مضروبة في 100 مقسومة على 24، إذن 62.5% في المئة، 62.5%. التمرين رقم 1 في أنشطة الدعم والتقوية، في أحد الأقسام يبلغ عدد التلاميذ 32، هذا العدد الإجمالي. في هذا الصباح بسبب تغير أحوال الجو أصيب 4 أطفال بنزلة برد، إذن واحد العدد جزئي من التلامذ ما تصابوا، أحسب النسبة المئوية التي يمثلها غير المصابين. إذن هنا خصنا ننتبهوا للتمرين، ماشي اللي مصابين. إذن باش نحسب أنا النسبة المئوية غير المصابين خصني نلقى العدد، إذن خصني عدد غير المصابين عاد نحسب النسبة المئوية. كيفاش غادي نحسب عدد غير المصابين؟ غنقص 32 من 4، اذا غتعطينا 28. باش نحسب النسبه المئويه غادي نضرب 28 فاش اللي هو اولا 32 عفوا، اذا 32 الاجمالي كنضربو في في, في اذا كنضربوه في في النس اذا كنقلبوا على النسبه المئويه كنقسموه على لا عفوا كنقلبوا على النسبة المئوية، انا اعتقدت بان كنقلبوا على العدد الجزئي. اذا 28 غادي نقسمها على 32 العدد الكسري، يعني 28 على 32 ونضربوها في 100، نديروا عملية حسابية. اذا 28 مضروبة في 100 على 32، اذا 87.5، 87.5% هو النسبة المئوية ديال التلاميذ الغير المصابين. التمرين الثاني، يزن طفل
40 كيلوغرام وتقدر كتلة الماء في جسمه 32 كيلوغرام. احسب النسبة المئوية لكتلة الماء في جسم الطفل. كذلك إذا شنو هي الكتلة الإجمالية؟ هي 40، كنديرها في المقام. الكتلة الجزئية الفوق، وكنضرب في 100 ونشوف شحال غنخرج بالنسبة المئوية. يعني هذا هو الموضوع ديال هذه الحصة تقريبا. إذا 32 مضروبة في 100 مقسومة على 40، إذا 80%. إذا 80% هي النسبة المئوية ديال كتلة الماء في جسم هذا الطفل. إذا الخلاصة هو أننا كنمشيو من الجزئي، مرات كيعطيونا الجزئي والإجمالي نلقاو النسبة المئوية، مرات كيعطيونا الإجمالي والنسبة المئوية ونلقاو الجزئي. هو الموضوع ديال الحصة، وكيفاش نمشيو من عدد كسري النسبة المئوية ومن النسبة المئوية إلى عدد كسري. إذا نتمنى أننا نكونوا يعني في المستوى، وأننا نفيدكم فيما يخص هذا الدرس، وإلى حصة قادمة بإذن الله.